السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نشرح ثلاث أحداث. طبعا الخطة كانت حدثين، لكن في حدث كذا دخل معنا بالعرض، فخلونا نشوف إيش هذا الحدث. قبل ما نبدأ نستعرض جدول الأحداث. طيب، مثل ما تشايفين المقطع السابق يعني شرحنا عن حدث الحاكم الأعظم، فنضع عليه خط بالأحمر. واليوم راح نستلم حدث الحضارة والصيحة العالية. أنا عارف أنك قاعد تدور الآن الصيحة العالية هذه فين. المعذرة، أنا ترجمتها بالغلط، هو اسم دعوة كلاريون من عندي أنا كذا بفهمي، لكن في اللعبة مسمى الصيحة العالية. حلو. في حدث أنا نسيت أني أضيفه مع قائمة الأحداث النادرة، وهو مهم جدا جدا جدا، اسمه فيلق الظل. يعطيه العافية ترايبانيك، نبهني عليه أحد المشرفين المميزين، فشكرا لك من خلال هذا المقطع. حلو، بعد ما وضحنا كل شيء الآن خلونا نبدأ حدث الحضارة. لما أتكلم عن حدث الحضارة فراح يجي في بالك أنه يتعلق في حضارة معينة، وهذا هو الجواب السليم. حاليا احنا عندنا الإمبراطورية العثمانية في المملكة حقتي أنا، فممكن تجيك بمسمى مختلف، مثلا العربية، الفرنسية، الرومانية، تختلف المسميات لكن نفس الفكرة، نفس المهمات، نفس الجوائز، نفس المدة اللي هي 4 أيام. فنعم، خلونا نستعرض المهمات. قم بشراء 10 عناصر في المركز التجاري، قم بشراء 20 عنصر في المركز التجاري، ويعطيك هذه الأشياء. تمام، استهلك 500 من نقاط الحدث، يقصد نقاط الحرب، جمع الموارد بهذا الشكل فيعطيك هذه مكافآت. لكن في سؤال هنا، في ناس يمكن تسأل تقول هذه إيش فائدة هذه وهذه، يعني في أشياء تجي هنا غريبة صراحة ما أدري إيش فائدتها. طيب شوف معي هنا، أراضي شاسعة، هذا يعتبر ستور أو السوق الخاص في أي حضارة من اللعبة. تمام، أي حدث خاص بالحضارة راح يكون معاه سوق. طيب كيف يعني أشتري الأشياء هذه أو كيف أبادل؟ مكتوب هنا تبادل، شوف تبادل يعني تستبدل ساعة في الأشياء اللي أنت جمعتها من خلال الأحداث اللي أنت قاعد تسويها. تجمع هذه الأشياء، تجي هنا تشتري أي شيء تبغاه موجود قدامك. عندك ساعة راح تكلفك مثلا هنا خوذة واحدة، عندك مفتاح ذهبي، المفتاح الواحد يكلفك 4 خوذات عثمانية، موارد طبعا هذه أشياء أسحب عليها ما هي مفيدة لك الأشياء هذه، طبعا هذا ما أدري يرجع لك بالكامل، لكن ما أعتقد أنه ذو أهمية. تمثال مهم جدا، وهنا عندنا تمثال القائد حق الحضارة اللي جاك، يعني هذا الآن عثمان الأول بطل الحضارة العثمانية. فلو جاك مثلا الحضارة العربية راح تلقى هنا بيبرز، جاك مثلا الفرنسية راح تلقى هنا جوان أوف آرك، وهكذا على حسب بطل أي حضارة. هذه هي فكرة حدث الحضارات بشكل عام. الحدث الثاني اللي عندنا اسمه الصيحة العالية، مدة 2 يوم، في شيء اسمه تصنيف التحالف، التصنيف الخاص بك، والنقاط الفردية اللي انت جمعتها من خلال ايش؟ ضرب البربر. طيب خلونا نشوف هنا ايش النظام. طبعا هنا جمع النقاط شارح لك كل شيء، طلع المسيرات اللي انت تقدر تطلعها واضرب البربر، تقدر تطلع كلهم اللي هم 5، طلعهم واستمتع، جمع نقاط، احصل على ترتيب فردي، يعني هذول كلهم الآن جمعوا نقاط ما شاء الله عليهم. وترتيب التحالف يقصدون به من التحالف اللي كان نشط في تجميع النقاط من خلال ضربهم للبربر. أما الجوائز الفردية راح تكون بهذا الشكل للترتيب الأول لك أنت يعني، وأما الخاصة بالتحالف فراح تكون بهذا الشكل، يعني مش بطالة، حلوة ممتازة، خلينا نقول ممتازة إذا كان الترتيب الأول أو الثاني أو الثالث. حلو، بعد ما استعرضنا
هذه الأشياء، فخلينا نستعرض الجوائز اللي في الصناديق. طبعا إذا وصلت 1000 نقطة راح يعطيك كذا، إذا وصلت 2000 نقطة هنا راح يعطيك هذا الشكل، وهذه آخر مكافأة. وبعدين تسعى إلى أن تحصل على ترتيب فردي ممتاز. حاليا أنا مطلع لك بس علشان أطبق، استهدف 25 دائما وأبدا، وإذا ما لقيت 24-23 أبدا لا تنزل عن 23. فخلينا ندور هنا، إيه هذا 25 تمام، يعني هذا مثال. الآن أقدر أطلعهم كلهم، لكن أعطيك مثال عن كيف تجمع النقاط. طبعا حاليا أنا 2530، بسم الله 2530 نقطة إلى الآن. فخلونا نشوف كيف راح تصير بعد ما استهدفت 25 فقط بمسيرتين. ممتاز. طيب خلونا نشوف كيف راح صارت الآن 2770. فأنت استمر في ضرب البربر اللي من مستوى 25-24-23 يلا، لكن لا تنزل عن هذا الرقم أبدا. فهمت الفكرة الحين؟ الحدث الثالث والأخير واللي ما هو موجود في الجدول حقنا اسمه من الصفر إلى القمة، تمام. طبعا فترة اليومين مثل ما قلنا. ففكرة هذا الحدث مثل ما هو واضح قدامك، استخدم ما مجموعة 300 دقيقة من التسريعات البناء أو التدريب، وراح يعطيك هذه الجوائز. ومحدد لك تستخدم 1700 دقيقة راح يعطيك هذه إلى أن تصل إلى آخر مستوى اللي راح يكلفك 11300 دقيقة. فبيكون هذا الترتيب بهذا الشكل. طبعا أنا ما بديت إلى الآن، فهذا هو الترتيب الأول، الثاني، الثالث. فنعم بهذا الشكل استغل هذه الأحداث لأنها تفيدك جدا. هذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.